بلاش العنف ده، مش هيجيب نتيجه. ده موضوع مستقبل لازم يتحسب بالراحه. احسبها انت على راحتك، انا قلت رايي وخلاص. عفاف لا يمكن تتجوز محمود، واذا تمت الجوازه دي انا هقاطع عفاف. شش، وطي صوتك يا ماجد، بابا يسمعك كده. انا ما يهمنيش ان بابا يسمعني، لان بابا لو اصر على الجوازه دي انا مش بس هقاطع عفاف، انا هقاطع بابا شخصيا. مين اللي قال الكلام ده؟ ده ماجد يا بابا. ماجد؟ ماجد مين؟ ماجد ابنك يا بابا. ابني؟ مش ممكن، مش ممكن.